بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 99. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. أيها الإخوة الكرام، سوف تستمعون في هذه الحلقة إن شاء الله لعدد من الإجابات يجيب بها فضيلة الشيخ عن نحو 17 سؤالا، أولها من المرسل أبي عبد الله من حفر الباطن، يسأل عن حدود تشميت العاطس وكم مرة يشمت. ثم السؤال الثاني له أيضا يسأل عن عبارة والله لا أكرهك في هذا اليوم، وبعد ذلك يسأل عن قول بعضهم بدري من عمرك، ثم يسأل عن تكني الرجل باسم إحدى بناته وله بنات وأولاد. بعد ذلك سؤال من المرسلة ميم قاف، تسأل عن لبس المرأة فروة زوجها لطلب الدف. ثم يجيب فضيلة الشيخ عن سؤال لها أيضا تسأل فيه عن لبس الكاب وفوقه الخمار وعن الخروج للحاجة كالمدرسة وصلة الأرحام. ثم تسأل أيضا عن صدقة المرأة التي لا دخل لها، كيف تتصدق وتدرك أجر الصدقة. ثم تسأل عن مس الحائض للمصحف، وبعد ذلك سؤالها الأخير عن لمس عورة الصبي دون الخامسة، هل ينقض الوضوء أم لا. ثم يجيب فضيلة الشيخ عن سؤال من المستمع أحمد مهشى البتري، يسأل عمن يتطوع يريد الأجر ويضيع الفرائض، وبعد ذلك سؤال له عن مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء، ما حكمه وما الأفضل فيه. ثم يسأل عما يفعله الداخل في المسجد إذا كان الإمام راكعا وكم يكبر، وبعد ذلك سؤال منه عن بعض تفاصيل النذر، وآخر أسئلة المستمع أحمد مهشى البتري عن شك المتوضئ في وضوئه. ثم يجيب فضيلة الشيخ عن أسئلة المستمع أحمد آي من جدة، يسأل في أولها عن زواجه من امرأة رضعت من لبن أبيه، ثم سؤاله الآخر عن رجل طلق ثم استرجع بعد 6 أشهر، وآخر أسئلته هو آخر أسئلة هذه الحلقة يجيب فيه فضيلة الشيخ عن فضل صيام 10 ذي الحجة. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. أول أسئلة هذه الحلقة من المرسل أبي عبد الله من حفر الباطن، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من المعروف أن من عطس وحمد الله يقال له يرحمك الله، فهل إذا عطس مرة أخرى أو ثالثة أو رابعة وحمد الله هل يقال له شفاك الله أم هذا خطأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، تشميت العاطس سنة، وهو قول إذا حمد الله فتشميته سنة، وهو أن يقال يرحمك الله ثم يجيب هو ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا سنة ثابتة لأحاديث الصحيحة، وهو من حق المسلم على المسلم. وإذا عطس ثانية يعاد التشميت، فإن تكرر ذلك أكثر لأن كان هذا من باب الزكام فإنه يدعى له بالشفاء. نعم، أحسن الله إليك. هذا ليس له حد في الثالثة أو الرابعة؟ في الثالثة تقريبا، يعني إذا عطس مرتين شمت، أما في الثالثة وما زاد عليها هذا يدل على أنه مزكوب. نعم، فيدعى له بالشفاء في كل مرة بعد الثالثة أو مرة واحدة؟ يكفي مرة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر، البعض يقول والله لا أكرهك في هذا اليوم، قاصدا أنه يجعله يكره هذا اليوم إما لجزاءات أو لحسميات، والمعروف أن اليوم من الدهر، فهل هذا يدخل في سب الدهر أم هذه العبارة صحيحة؟ هذه العبارة إن كان قصده سب اليوم هذا لا يجوز، أما إن كان قصده أنه يعاقبه، فإن كان هذا بسبب ذنب ارتكبه أو إخلال أخل به في العمل وهذه العقوبة مقررة نظاما على الموظفين فإنه يعاقب بحسب النظام، ولا ينسب هذا إلى اليوم لأنه جاء النهي عن سب الدهر وسب الأيام وسب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثالث، إن البعض إذا قيل له بدري كلمة استعجال أو استبطاء يقول بدري من عمرك، والعمر لا يعلمه إلا الله، فهل في هذا محذور؟ نرجو بيان ذلك والتنبيه. لا أعرف ما معنى بدري من عمرك، لكن قول بدري بمعنى
مبكر، أنك مبكر في القيام أو في مغادرة المكان فلا بأس بذلك، أما بدري من عمرك هذه لا أعرف لها معنى. نعم، ثابكم الله. يقول في سؤاله قبل الأخير: إذا كان المرء من الأبناء والبنات عدد، فهل ينكر أن يكني نفسه بإحدى بناته؟ السنة أن يكن بالذكر، يقال أبو فلان، ويختار الذكر الأكبر من أبنائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يكنى أبا الحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم قال: ما لك من الأبناء؟ قال: شريح وفلان وفلان. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت إذن أبو شريح. فيكنى الرجل بأكبر أبنائه. نعم، ثابكم الله. في سؤاله الأخير يقول: إذا لبست المرأة فروة زوجها في أثناء الليل طلبا للتخفف مما تعانيه من البرد، فهل في ذلك شيء؟ إذا لبست المرأة فروة زوجها في أثناء الليل طلبا للتخفف مما تعانيه من البرد، فهل في ذلك شيء؟ لا يجوز هذا إلا عند الضرورة. لا يجوز المرأة أن تلبس لباس الرجل إذا في ذلك من التشبه، إلا عند الضرورة. إذا لم تجد ما تستدفئ به فإنه لا بأس أن تلبس ما يدفيها ولو كان مما يلبسه الرجل للضرورة. نعم، أحسن الله إليكم. مرسلة بعثت البرنامج بعدد من الأسئلة، تقول في أولها: أنا شابة أبلغ من العمر 15 عاما، وأرتدي الكاب وفوقه الخمار، فأغطي وجهي وكفي وقدمي، ما حكم ذلك مع أنه ساتر لجميع الجسد؟ وهل الواجب ارتداء العباءة فوق الرأس؟ أرجو الإفادة، مع الملاحظة أني لا أخرج من المنزل إلا للمدرسة وصلة الرحم ونحو ذلك من الحاجات، فهل هذا الخروج يعتبر معصية؟ الخروج من المنزل يجوز عند الحاجة مع التستر التام وترك الطيب، ترك لباس الزينة والحلي ونحو ذلك مما فيه تبرج. تبرج هو إظهار الزينة، قال الله تعالى لنساء نبيه وهن القدوة، قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا أرادت الخروج للحاجة فإنها تحتشم وتتجنب أسباب الفتنة من طيب وإظهار حلي وملابس زينة تجلب إليها الأنظار، وكذلك ترتدي الجلباب وهو الجلال الكبير أو العباء كما كانت نساء الصحابة يعملن ذلك، قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب هو الجلال الكبير الذي يضفي على جميع البدن ويخفي محاسن المرأة ويغطيها سواء كان عباءة أو جلالا، وتجعله على رأسها ليكون ذلك أكمل في سترها. نعم، أحسن الله إليكم. تقول هذه المرسلة في سؤالها الآخر: والدتي تسأل، هي امرأة متزوجة ولا يوجد دخل لها إلا دخل زوجها، ولا تأخذ منه مصروفا يكون ملكا لها، وهي تريد أن تتصدق، فهل صدقة زوجها تكفي أم من أين تتصدق كي تأخذ أجر الصدقة؟ لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بالتسامح فيه، مثل الشيء اليسير وإعطاء السائل عند الباب، الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه فلا بأس بذلك. نعم، يبدو لي أنها تريد يعني من أين تأخذ أجر الصدقة وهي ليس لها مال. هي لها أجر الوساطة، والوساطة في الصدقة، إذا تصدقت بأمر زوجها أو تصدقت بما جرت العادة بالتصدق به على السائل ونحوه فإنه يكون لها أجر الوساطة في الصدق، يكون لزوجها صاحب المال أجر المال، ويكون للمرأة أيضا أجر السعي في الصدقة، ويكون للخادم الذي يناول السائل الأجر أيضا كما جاء في الحديث. وكل من تصدق أو أعان على الصدقة أو نفع المحتاج فإنه يكون له أجر إن شاء الله. نعم، سلام الله عليكم. تقول في سؤالها الثالث حول موضوع مس الحائض للمصحف: اختلف العلماء، فمنهم من قال إنها تلمسه بحائل، ومنهم من قال إنها لا تلمسه ولكن تقرأ عن ظهر غيب، فما الصواب، ولا سيما إذا كانت المرأة تحفظ القرآن وتريد مراجعته في أيام حيضها حتى لا تنساه؟ الصحيح
من قوله العلماء أنه يجوز للمرأة إذا خشيت نسيان حفظها من القرآن أن تقرأه في حالة الحيض إبقاء عليه من النسيان. وأما المصحف فلا يجوز لها أن تمسه مباشرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر كما في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه. وأما مسه من وراء حائل كما ذكرت السائلة فلا مانع منه لأن المنهي عنه مباشرة مس المصحف بدون حائل هذا هو الممنوع. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. تقول في سؤال آخر إذا توضأت المرأة للصلاة ثم غسلت لطفلها ولمست عورته وعمره أقل من 5 سنوات فهل يبطل وضوءها بذلك أم وضوءها صحيح؟ نعم يبطل الوضوء بمس الفرج سواء كان من الإنسان نفسه أو من غيره. فمس الفرج يبطل الوضوء كما في الحديث من مس ذكره فليتوضأ وسواء كان الممسوس من صغير أو من كبير إذا مسه مباشرة منه أو من غيره بطل الوضوء. وأما إذا مسه من وراء حائل فإن ذلك لا يبطل الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسل أحمد مهشل بتري يقول في سؤاله الأول ضمن عدد من الأسئلة في قريتنا مسجد صغير يؤذن فيه شخص وهذا الشخص يقوم بأعمال تطوعية منها صيام كل 2 وخميس ويقوم من الليل ما كتب الله له ويصلي الضحى ولكن المشكلة يا فضيلة الشيخ أن هذا الرجل عندما يصوم 2 والخميس فإنه يصلي الفجر ثم ينام ولا يصحو من نومه إلا عند احمرار الشمس فيصلي الظهر والعصر جمعا فما نصيحتكم لهذا الرجل الذي يريد المزيد من الأجر ولكنه يضيع الأجر الكثير في الفرائض جزاكم الله خيرا. هذا لم يضع أجرا فقط إنما فعل محرما وهو إخراج الصلوات عن وقتها فإخراج الصلوات عن وقتها محرم وفيه إثم عظيم لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة في أوقات معينة فلا يجوز إخراجها عنها إلا لعذر شرعي كمن يريد الجمع بين الصلاتين وهو يجوز له الجمع أو من غلبه النوم وهو لم يقصد ذلك ولم يتعمده وإنما غلبه ولم يستيقظ فهذا يصلي إذا زال عذره بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما هذا الرجل الذي يتعمد النوم ولا يقوم إلا عند غروب الشمس ويترك صلوات النهار ويصليها بعد خروج وقتها فهذا متعمد لتأخير الصلاة عن وقتها فهو آثم وفاعل لمحرم ويرى بعض المحققين من العلماء أنها لا تصح صلاة فعليه التوبة إلى الله محافظة على وكونه يصوم تطوعا ويترك الواجب هذا من الخسارة العظيمة ومن عدم الفقه في دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمك. يقول في سؤاله الآخر هل يجوز للمصلي عندما يصلي الوتر ويدعو بدعاء القنوت أن يمسح وجهه بكفيه بعد الفراغ من الدعاء أم لا يجوز ذلك وما الصواب في المسألة؟ الأمر في هذا واسع والحمد لله. إن مسح على وجهه بعد الدعاء فهذا ورد فيها حديث لكنها ليست بالقوية وإن ترك المسح فلا حرج عليه لأن المسح ليس بواجب بل وبعض العلماء يرى أنه ليس بسنة لأن الأحاديث الواردة فيه يقولون لا تصلح للاحتجاج وبعضهم يقول إنها لما كثرت قوى بعضها بعضا فدلت على السنية. على كل حال المسألة فيها خلاف ولا ينكر على من ترك مسح وجهه بعد الدعاء ولا على من فعل ذلك. نعم. أي كان الدعاء سواء قنوت أو غير في أي وقت دعا سواء في صلاة في قنوت أو دعا خارج القنوت أو بعد الصلاة صلاة النافلة. نعم. شابكم الله. يقول السائل أحمد مهشل البتري في سؤال ثالث عندما يأتي الشخص والإمام راكع فهل يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أم تكفيه واحدة فقط وإذا جاء والإمام ساجد أو جالس فماذا يفعل؟ نعم إذا أدرك الإمام راكعا فلا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم ينحط للركوع بتكبير ثاني هو تكبير الانتقال وهذا التكبير في هذه الحالة يعد سنة من فعله فله أجر ومن تركه فلا حرج عليه إنما تكبيرة الإحرام لا بد منها ولا بد أن يأتي بها من قيام وأما من جاء والإمام جالس أو في السجود فإنه يتابعه فيكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم
يجلس مع الإمام أو يسجد معه إذا أدركه ساجدا ليحصل على أجر المتابعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من جاء والإمام على حال فليكن معه على تلك الحال. نعم. وتكفي تكبيرة الإحرام؟ نعم تكفي تكبيرة الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال رابع: إذا نذر شخص نذرا في شأن ولده فقال إذا شفي ولدي من هذا المرض سأذبح هذه الذبيحة، لكنه بعد أن شفي الولد من المرض احتاج الأب لتلك الدابة التي هي محل النذر، فهل يجوز أن يبيعها وينفق جزءا منها وما بقي يقضي به حاجته أو نذره، أم لا يجوز ذلك؟ يجب عليه الوفاء بالنذر، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، إلا إذا كان عاجزا عن الوفاء بالنذر أو يحتاج هذه الدابة من بهيمة الأنعام التي نذر ذبحها يحتاج إليها حاجة ضرورية، فإنه لا يتعين عليه ذبحها، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه الإنسان. فهذا لا يملك أن يذبح هذه الدابة، لأن ذلك يفوت عليه ضرورة من ضروراته، ولكن عليه كفارة يمين. نعم. فإن أمكن أن يبيعها في يقضي بينه ويقضي حاجة، يقضي نذره ويقضي حاجة، ما يوفي النذر، ما يوفي. إذا باعها وأخذ بعض ثمنها يصير ما وفى بالنذر كله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: عندما أصلي المغرب أبقى على وضوء حتى يؤذن بالعشاء، ولا أشك في وضوئي حتى أكبر تكبيرة الإحرام فتقع الشكوك في نفسي والوساوس، فهل أعيد هذا الوضوء أو الصلاة، أم هي وساوس من الشيطان؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا توضأ الإنسان بيقين فإن وضوءه لا يبطل بالشك، وهذه قاعدة عظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فما دام أنه متوضي بيقين حصل عنده شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، فإن هذا الشك لا حكم له ويصلي والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فلا ينصرف، يعني من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا فيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك والحمد لله، وهذه قاعدة نافعة وعظيم، وهذه الشكوك من الشيطان، فعليه أن يتجنبها ولا يلتفت إليها. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. المرسل أحمد أي من جدة له عدد من الأسئلة، يقول في أولها: لي ابنة خال تبلغ من العمر 16 سنة، أريد الزواج منها، لكنه تبين لي أنها رضعت مع أخي الأصغر من زوجة أبي الثانية، لأن أمي غير تلك التي أرضعتها، والرضعة مشكوك فيها هل هي رضعة أو أكثر، فهل يجوز لي الزواج منها أم تصبح أختي من الرضاعة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أما الرضاعة فإنه يحرم سواء كان من أمك أو من زوجات أبيك، يكون المرتضعة خلك أو المرتضعة تكون أختا لك، هذا إذا ثبت الرضاع وكان 5 رضعات فأكثر. أما ما دام الرضاع مشكوك فيه أو في عدده فإنه لا يحرمها عليك، بمجرد الشك لا يحرمها عليك، لأن الأصل الحل، لكن إن تجنبتها من باب الاحتياط ترك الشبهات فهذا أحسن وأحوط لك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ولم يسترجع إلا بعد 6 أشهر، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ إن كانت هذه المرأة لا تزال في العدة، إن كانت حاملا ولم تضع حملها بعد وراجعها قبل وضع الحمل وطلاقه أقل من 3، فهذه الرجعة صحيحة لأنها ما تزال في العدة. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إن كانت غير حامل، إذا كانت غير حامل فهذه فيها تفصيل، إن كانت ممن تحيض فعدتها 3 حيض، 3 حيض بعدها لا تحل له إلا بعقد جديد إذا كان لم يستوفي عدد الطلاق 3. وإن كانت لا تحيض لصغر أو إياس فعدتها 3 أشهر. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما إن كانت تحيض ولكن حيضها غير منتظم أو يتأخر فهذه لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول في سؤاله الثالث: فضيلة الشيخ، ما فضل صيام العشر
الأولى من ذي الحجة. فضلها عظيم، لأنه جاء في صومها حديث، وأيضا صومها داخل في معنى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فقوله العمل الصالح فيهن يدخل فيه الصوم من باب أولى، لأن الصوم من أفضل الأعمال. أحسن الله إليكم ونفع بعلمك. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، وعسى الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم.